السلام عليكم، مرحبا بكم، اسمي إبراهيم. لقد عدت إليكم بفيديو جديد من اي فوتبول. لم يتبقى الكثير على التحديث الجديد 4.0.0، لكن قبل هذا سوف نعرف جميع الأحداث. غدا يوم الخميس، أول حاجة معنا هي يعني حملة التسجيل الدخول، سيتم تعويضها من 70,000 جي بي إلى البطاقات التدريب المراكز. بالإضافة صديقي، سيتم إضافة مهمات جديدة في الحملة 777. ويجب عليك صديقي الدخول يوميا. أهم حاجة لكسب جميع العملات بدون تفويت أي عملة كوينز، لكسب حوالي 330 كوينز. غدا سوف يتم إضافة الدور الثانية لكونامي. وضحت أن سوف ينزل يوم 15/8، ستكون نفس المهمات التي مرت. المطلوب منك كسب 3 مباريات ضد الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى فوز في مباراتين ضد أناس حقيقيين. ولا تنسى أن تذكر لي كم جمعت إلى الآن من الكوينز. بالنسبة إلى الباكجات، من الممكن أن سيتم إضافة باكجات الدوري الإنجليزي. 3 أساطير من الأندية الدوري الإنجليزي من أفضل لاعبين الدوري الإيطالي غالبا سيكون أساطير الذي نزلوا من فترة ماضية. هذا في حالة إذا لم يتم إعادة الباكجات القديمة، سيتم إضافة يعني باكجات جديدة. فهناك بيانات كثيرة داخل اللعبة لم تنزل بعد. ممكن أيضا نزول باكجات الشطيمة الجديدة كما علمتم في الأسابيع الأخيرة. كما رأينا يعني نزلت كمية الشطيم كثيرة جدا. أما تاني باكج سامر ترانسفير، يعني بالنسبة للاعبين الحاليين ليسوا مقنعين بشكل كبير جدا، يعني ضعفاء شيئا ما. نأمل أن يكون أن تكون الدورة الثانية أفضل من الحالية. سوف يكون معنا 11 لاعب، ونتمنى أن يعني أن يكون أفضل من الحاليين. سنتمكن من فتحة مجانية، وقد لا تكون هناك فتحة مجانية على باكجات نجوم الأسبوع القادمة. هو طبعا سيتكونون من اللاعبين من الباكجات القديمة. هناك بالنسبة للفعاليات، يعني طبعا هناك فعالية الدوري الإيطالي التي تتوفر على 50 كوينز. بالنسبة لي هذا كل ما عندي في هذه الحلقة اليوم. لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بهذا الفيديو إن أعجبكم المقطع، وانشروا مع أصدقائكم.